ارتكاب الأخطاء لا يعني النهاية أبدا، فكثير من المخطئين ليسوا سوى أشخاص وجدوا أنفسهم في وضع لا يتمنون أبدا الوقوع فيه. دورنا كمجتمع هو أن نتيح لهم فرصا جديدة، ونعمل بصبر على دمجهم في المجتمع ليصبحوا أناسا أصحاء. فالأرقام تقول أن هناك قرابة 250 مليون مدمن في العالم، وهذا الرقم في ازدياد. بسم الله، نبدأ سعادة جديدة. لو سمحت، ما شفت شي مصاري هون؟ يا أخي كان معي 10,000، وين راحوا؟ ما شفت ولا شيء. طب فيك تدور معي لو سمحت؟ بس كانوا هون قبل شوي في جيبي، وين راحوا؟ كنت هون انت؟ كنت هون عم بمشي. هلا شيء انت؟ كنت هون انت؟ ما في كبير هون بتبين دغري. ما هلا كانت هون؟ كان في ناس هون قبلك؟ لا، كان الناس واقفين هون. انت من هون من المنطقة هذي؟ مش من على المدينة، بس كنت واقف عند حاطة ضم شهادتك. انا طالع من هون من البنك وراحوا 10,000 ليرة. مش مبلغ قليل. هلا الواحد لو بده يروح البيت وشو يعمل من هون؟ أنا مش من المنطقة، من برا. كيف بدك فلوس؟ مشكلة، أنا في عند الروشة ساكن. لو واحد بده يروح هلا، كم يحتاج فلوس مصاري؟ 2000. 2000؟ ما معك؟ لا أنا ما بأسر خياتك. أنا ما 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 جاي أطلب. لا لا لا، أنت فهمتني غلط. كيف؟ أنا قاعد أدور فلوسي، مش بدي. طب ما لقيته، شو بدك تعمل؟ نمشي، روح مشي، أنا بساعدك إذا بدك. الله يبارك فيك. والله تحرجني. شو بدنا نعمل؟ أنت عندك الوحيدة يمكن هالخمسة اللي ما بأسر. طب أنت شو راح تعمل لو أنا ما بأسر؟ أنت شو بدك؟ خليني أتعرف عليك. محمد. والنعم محمد. الله يعطيك العافية حبيب قلبي. انت تشتغل تدرس ولا شو؟ ولا شيء. طب كيف تعطيني الخمس؟ الله بدبرها. سبحان الله. اي والله الله يدبرها. اما انا انت مقطوع، انا اعطيتك، الله بدبرها. الله بوقف بين حلال معي، مثل ما انا ابن حلال وقفت معك. انت ابن حلال. صبغ تاخذها مني؟ صعب والله محمد. ليه؟ كيف بدك تروح؟ الله بيدبرها، انت قلت الله بيدبرها. بس انا ابن حلال وقفت معك، بدك تصرف وخذ انت 2500 2500 بيمشي الحال عشان توصل على البلد. طيب اذا خذيتها انا لازم اعطيك شيء بديل. شو بدك؟ لا ما بيصير. طيب انت شو تشتغل عشان اعرف يعني انت كيف راح اشتغل؟ ومن وين جبت هالخمسه لك؟ من امي. بس انه انا بشتغل كهرباء، فوت على بيت طرطق له كهرباء، الله بيرزق والنعم برب العالمين. يعني يعني هون عندنا هيك تحت بالمنطقة، يعني أمك اللي تصرف عليك يعني؟ لا، بس إنه أنا يعني بشتغل بس ما بخلي مصرياتي كلهم، بخليهم معي. الله يحفظها. يعني حدا بده يساوي كهرباء، حدا بده شيء، بروح بسوي له 10,000 5,000. الحمد لله. الحمد لله. وبخليهم مع أمي. بس والله أخذتها. بس أمك دعت لك اليوم شيء؟ إيه أكيد، كل يوم أمي تدعي. الله يحفظها. امين. الواحد اهم شيء يبر في امه. اكيد. ويمكن امي دعت لي عشان هيك انت بدك تعطيني الخمسه. اكيد. بس انا ما راح اخذهم. بلا. انت كيف بدك تروح على البيت؟ انا ما بريد حالي هلا انت تروح مشي. انت عندك سياره شيء عندك؟ لا. طب انت اعطيتني، انت كيف راح ترجع البيت؟ انا برجع مشي لانه بيتي قريب. انا متاكد؟ يعني الدنيا فيها خير. اكيد. انت تؤمن في هالشيء؟ ألف خير. والدنيا فيها خير، صحيح. طيب أنت شو محتاج؟ الحمد لله. أنا لو سألتك أنت شو تحتاج، ولا أنت شو حلمك؟ حلمي؟
تكون احسن مثل هالعالم اللي ماشي. طيب انت مثلهم؟ انت مش مثلهم؟ مثلهم. شو اللي يخليك انك تفرق عن العالم؟ شغلي اللي هي جوات القلب. ما بتطلع؟ ما بتطلع. يمكن سبحان الله في يوم من الايام انا اقدر اساعدك فيها. كيف؟ يمكن في يوم من الايام انا اقدر اساعدك فيها. فيك لك اي واحد فيك بهالزمن هيدا ما فيك تأمن له هيدا الشيء. ما تأخذني بهالكلمة. انت عندك نية ان انت تغير؟ اكيد. يا انا مناية. مناية الف مناية. حد ساعدك ان انت تغير؟ بثانية بدقيقة بس حط راسي على مخدي ما افكر بشيء. تدعي؟ ايه الحمد لله رب العالمين ان انت تتغير؟ اكيد. يعني النية موجودة؟ اكيد. انا كل يوم حط راسي على مخدي بدعي لله بس يخلصني من هذا الشيء اللي انا فيه. طيب انا ما عرفت شو هو هالشيء بس اعتقد توقعته. وهذا ممكن كل الشباب يمرون فيه اذا ما حد قدر يحتويهم. انت ما عندك حد في البيت ممكن يساعدك؟ ابوك اخوانك؟ الله يرحمه. عندك اخوان كبار؟ بس الله يعينهم على قدهم. ما فيني اقول لهم انا اعطوني لانهم عندهم اولاد عائله. ما فيك تقول لهم اعطيني وانا ما عم لاقي شغل يعني لاعتمد على حالي. يعني انجا خيي الثاني وخيي 50,000 50,000 يقدوا امي. انا ما بدي شيء من امي. محمد حمصي. محمد الحمصي ان شاء الله فهم. محمد انا مره واحد قال لي ان انت تحدد حياتك بسبب قراراتك. ان انت تحدد حياتك بسبب قراراتك. صحيح. وبما ان انت عندك قرار ان تعدل وتغير من حياتك الحياه ما راح توقف على شيء لان نيتك وقوتك وثقتك برب العالمين راح يغير. الحمد لله. طيب عطني الخمس دنانير هذه لي صح؟ خمس ليرات. طيب يا محمد انت شو دارس؟ اي انا على الصف الرابع. ما كملت دراسة؟ ما كملت لانه بي مريض غسيل كلاوي. غسيل كلاوي. الله يرحمه. امين. الله يرحمه. اضطريت بدي يصير اشتغل لقدر صعب. الحمد لله رب العالمين. مش عارفه محمد الحمصي. راح تعرف من هالورقه. انا ما بعرفه. طيب يا محمد هذه انا اعرف انت تبي تتعالج من التعاطي وهذه ورقه راح تخليك ان شاء الله تتعالج. احنا دفعنا لك المصاريف. الله يجزيكم الخير يا رب. فاذا كانت النيه ان انت تتعالج ان شاء الله احنا نكون معاكم مساعدين. لازم. امك تعبانه كثير وصديقه امك هي اللي جابتنا هون عشان نساعدك. فانت صار عندك القرار. انت واحد من الشباب اللي المفروض يكون لك بصمه نفس ما الكل يطمح. بس لازم توقف هالشيء. واعتقد انا بس حط على راسي على المخده نفسي اقول هالحبه ما حتقتلني اليوم. انا بس حط راسي على المخده بقول هيدي الحبه حموت منها. نفسي ما اقول هالكلمه. نفسي حط راسي على المخده وما اقول هالكلمه. ان شاء الله اليوم تحط راسك بس في رب العالمين في المصحه اللي احنا مسجلينك فيها. اكيد. انت موافق؟ 100% مليون بالمية. خلينا احضنك. الله يكتب لك الخير. امين يا رب. الله يبارك فيك. طيب امين. محمد في ورقه ثانيه انت راح تكون في المصحه. هذه الورقه راح تفتح لك فيها محل بعد ما تطلع. نأجر لك فيها محل ونمشي لك فيه معاش المحل اللي انت تحدده بس بشرط تطلع من المنطقه اللي انت ساكن فيها لان هذه المنطقه راح ترجعك مره ثانيه تتعب. 100%. انا ما ابي اقول اسمها وانت عارفها. هذه الورقه خليها معك وانا عشان تضمن ان احنا واثقين من كلامنا واحنا ما جايين بس عشان يعني ان نتكلم ونروح. شوف داخل الشنطه. ما ضروري اعرف. شفتوا؟
هذا انا كان بامكاني اعطيك اياه، اخاف اعطيك اياه وترجع لنفس الموضوع اللي انت فيه. اللي جابوك هون هم واثقين ان انت تبي تتعالج. انا نفسي كثير اتعالج. راح تتعالج ان شاء الله. نفسي راح تتعالج. المصحه ان شاء الله راح يتكفلون في الموضوع، هي نيتك، واعتقد هدفك ان انت تكون ان شاء الله شاب يخدم اسرتك ويخدم المجتمع، راح يساعدك كبير ثقتك برب العالمين اكيد. انا بس حبيت اشكرك لانك والله فرحتني، وفرحتني ان شاب عمره 23 سنه مشى في هالطريق الغلط. مش صعب انه يرجع للطريق الصحي، بس محتاج حد يساعده. يمكن احنا وسيله، يمكن دعاء امك رب العالمين، الناس اللي يحبونك هم اللي جابونا وهم صح. نيتي طيبه ان شاء الله، وجه العالم كله ما باذي حدا، بس اضطريت فوت بهذا الشيء. غلطي وعم صحي غلطي. ال 5000 ليره اللي اعطيتني اياها راح تجيك ان شاء الله ضعفها حبيبي، بس تروح عند امك تبشرها وتوعدنا ان انت تكون في المصحه. هذا وعد، هذا وعد لك ولرب العالمين ان شاء الله. انت ما تعرفني، لكن ان شاء الله في يوم من الايام نلتقي لما يكون عندك المحل، وصدقني صدقني الكل راح يدعمك اذا كانت نيتك تغير، والناس للناس والدنيا بخير، ونفس ما قلت ان انت الدنيا بخير. الحمد لله. شكرا يا محمد حبيبي، الله يكتب لك الخير. اللي وقفوك هون ما راح يجوك، لان الشباب اللي كانوا واقفين معاك هم اللي ساعدونا، وانا ما كنت مضيع فلوس، انا كنت مضيع شاب ان شاء الله يرجع لي حياته الصحيحه. شكرا. خلينا احضنك حضن اخير، الله يبارك فيك يكتب لك الخير. شكرا يا حبيب. الله يجزيكم خير يا رب. الله يبارك فيك والله، يعطيك عاد نيتك معاك ان شاء الله حبيب قلبي، ونيتك اللي وصلتنا عندك حبيب قلبي. شكرا حبيب. شكرا حبيب. شكرا. حين تكون النية صادقة بالتغيير، فإن العالم ينساق معك ليحققها لك. رغبة محمد الشديدة في العلاج من الإدمان ألهمتنا لمساعدة غيره من الشباب للعلاج والتخلص من آفة تهلك من هم من جيله، بل حتى أن موافقته على عرض الحلقة جاءت بشرط التعهد بتوفير العلاج لشباب آخرين، فكنا على العهد لنساعده بتقديم العلاج لعشرة مدمنين ليبدأوا بفرصة جديدة.